الشريفة: لينصرن الله من نصر فاطمة. قالها الصادق جعفر بن محمد: فمن أنتم؟ أنتم بالنسبة إلينا أحقر من الحشرات، أنتم بالنسبة إلينا أحقر من الحشرات. إن أناسا يدعون التشيع يحاربون هذا الفيلم. مذ ظهر إلى الآن بالله عليكم من يحاربه؟ المخالفون نائمون وقاعدون، سلموا بالأمر خلص. أما هذا المستنفر من اليوم الأول هو من؟ البتري، سبحان الله. وتشكون بعد إذن في الإخبارات المعصومية التي أنذرتنا أن الذين سيواجهون إمامنا عليه السلام هم البترية، ويقولون له لا نفعل إنما نتقي، نريد أن نعمل بالتقية؟ هذه كلها مقدمات. نحن أين نقطن الآن؟ في بريطانيا. من الذي رفع لواء الحرب على هذا الفيلم؟ أيعقل أن السفير السعودي ساكت وسفراء الدول البكرية كلهم ساكتون؟ السفير الوحيد الذي يجتهد لحرب هذا الفيلم ومنعه هو السفير الإيراني الذي يدعي التشيع؟ لا أدري إن كنتم سمعتم بالخبر أم لا، قبل يومين تقريبا أرسل رسالة رسمية باسم السفارة بتوقيعه إلى كل المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا طولا وعرضا، إلى ما يدعوهم. تخيلوا، يدعوهم لنصرة فاطمة الزهراء عليها السلام، يدعوهم للتشيع، لا، يقول تعالوا لنصبح يدا واحدة لكي نمنع هذا الفيلم بالإجراءات القانونية. تعالوا نتخذ legal actions to ban this film. تعالوا نرفع قضية على هذا الفيلم، نوكل محامين ونصرف مبالغ بالآلاف المؤلفة حتى شنو، هذا الفيلم لا يرى النور. افعل، مو أنت اللي أكبر منك. دفعوا ملايين للمحامين، ودونا للمحاكم، والله نروح وراكم، احنا نلاحقكم، مو أنتوا تلاحقونا. ندوس عليكم دوس، وراية الزهراء مرفوعة، وراية خدام المهدي عليه السلام مرفوعة، لا أنت ولا نظامك ولا سفراء الدول كلها ولا حكومات الدول كلها تستطيع أن توقف الثورة الزهرائية المجيدة. لبيك فاطمة، لبيك فاطمة، لبيك فاطمة، لبيك فاطمة، لبيك فاطمة. ولا يتعظون سنوات وأنتم تحاربوننا من أجل إجهاض هذه الدعوة ومنع وصول هذه الظلامة للعالم، صيانة لجانب أبي بكر وعمر، حشركم الله معهما وحشرنا مع الزهراء البتول عليها السلام. سنوات أما اتعظتم؟ أي قوة قاهرة في الأرض استطاعت أن تقهر هذا الكيان، هذه الراية؟ من ذا استطاع؟ لماذا؟ لأنه وعد الله، كما في الأحاديث الشريفة: لينصرن الله من نصر فاطمة. قالها الصادق جعفر بن محمد: فمن أنتم؟ أنتم بالنسبة إلينا أحقر من الحشرات، حتى وإن امتلكتم دولا عظمى أتظنوننا نرهب من أفاعيلكم هذه؟ مهما جعجعتم، مهما فعلتم، مهما اتخذتم من خطوات قانونية ولا غير قانونية، والله ولا تهتز فينا شعرة ولا نبالي.
أما الذي يؤلم مع الأسف، يعني حسب الخاطر مثل ما نقول، أنه الذي يتصدى لهذه المبادرة العظيمة سفير من؟ دولة شيعية تدعي التشيع. اللي حاربك منه؟ من يقولون إنهم شيعة من اليوم الأول. المستنفرون هم هؤلاء. أما بصراحة الطائفة البكرية عموما يعني مسلمة بالأمر، ويعني ارتاضت كثيرا وانتهى أمرها يعني. وبالعكس أحسنتم يردون يشوفوها. ما هذه الخسة؟ ما هذه الدناءة؟ والله سيلعنكم التاريخ، التاريخ سيلعنكم يوما ما. هذه كلها مؤرخة ومسجلة لن تمحى. الأجيال القادمة سيتذكرون ويقولون وعجبا، اليد التي نصرت فاطمة الزهراء عليها السلام حاربتموها ولعنتموها بالفتاوى بالبيانات، ولم 100 واحد يمكن موقع على بيان هذول اللي يسموهم علماء الشيعة في باكستان. بلعني أنا محدثكم، على ماذا اقترفت؟ ما الذي اقترفته حتى تفعلون هذا؟ صنعت فيلما عن فاطمة الزهراء عليه السلام. تخيلوا التاريخ ماذا سيقول عن هؤلاء؟ سيقول إنهم لعنوا اليد التي تنصر فاطمة الزهراء إكراما وحماية لليد التي صفعت فاطمة الزهراء. شايف لك حقارة أكثر من هذه؟ شايف عقوق للزهراء ولأهل البيت عليهم السلام أكثر من هذا؟ يا أخي أصلا أسكنوا ما سكنت الأرض. هو المخالف اللي هو المخالف ساكت، حكومة آل سعود ساكتة ماكلة تبن، لأنهم جربوا. شنو الفائدة يعني أنهم يدخلون مع الصراع معنا مثلا في هذا الشأن؟ بقية السيف أنما عددا وأكثر ولدا، قالها أمير المؤمنين عليه السلام. كلما حاربونا أكثر كلما تقوينا وانتشرنا أكثر وشيعنا أكثر. هم جربوا من بعد ذيك الطقة مالت عائشة قبل 10 سنوات، جربوا أنه بعد ما يسوى نسوي هالمهرجانات وتأجيج والولا وما أدري كذا وتعالوا وأماهما من هذا الحكي، ما رح يمشي بعد، ينعكس عليهم، الناس يتعرفون أكثر علينا، الناس أكثر يستمعون إلينا، يتشيعون أكثر. البارحة 7 تشيعوا البارحة في جلستنا، هذا واقع. فبعد الظاهر هالمرة تعلموا الدرس، بس مو يكوككم خامنئي وغيره تقولون لا احنا بعد لازم يعني خامنئي ما يصير غيرة على عائشة أكثر منا، غيرة على أبو بكر وعمر أكثر منا، لازم احنا بننزل الميدان. والله تنزلون الميدان ما تنزلون، هو كل حميدان راح نضرب ما راح فهم ما يمشي ويانا هذا الميدان يا حميدان، ماكو ميدان بعد حميدان، ماكو مات خلاص خلاص فالظاهر تعلموا الدرس، وإن شاء الله يظلون هكذا متعلمين لهذا الدرس. أنت ما لك حق يا أخي أن تحجر على الناس، هذا عالم الآن، عالم الحرية، عالم حرية التعبير. أنت روح سوي لك فيلم، روح سوي فيلم أنت كما تشاء، روح طلع عائشة سوي مدري شنو رضاع الكبير، سوي اللي عجبك. مو طلعتوا مسلسل عن عمر كم حلقة؟ 30 حلقة المفروض، 30 حلقة مسلسل عن عمر فاهي ما هي ولا أثر نص شيعي هم ما أثر بي، كان يراهنون على الشكل أعمال على أساس أنه يأثر على الشيعة مثلا، الشيعة يشوفون يتمسخرون. معاوية ما أدري منه مسلسلات، إحنا ضربتنا مو مثل ضرباتكم، أنتوا حدكم مسلسلات محلية، هاي مسلسلات مالتكم، إحنا فيلم عالمي هوليوود على مستوى هوليوود، إحنا لما نجي نضرب ضربة لا تثنى، أي ضربة ذو الفقار على خطى أمير المؤمنين عليه السلام، ضرباتنا وتر لا نثني، هي ضربة واحدة نخلص خلص. بعد ما كنه مسلسل حلقة ورا حلقة ضربة ولا ضرب، ما يمشي هذا. وهاي الضربات هم تطلع بالأخير مو ضربات، شيء آخر.